الكانابينويدز موضوع شائك وشائع كتير. الهيمورويدز مشكلة فينز. الفينز في منطقة الشرج بتكون بصير فيها سويلينج وبصير فيها إريتيشن وبصير فيها إنفليشن. طبعا الهيمورويدز أو الهيمورويدال بليكسس عبارة عن normal anatomical structures located within the anal canal، يعني هم أصلا موجودين هناك. هدول الهيمورويدز ممكن يصير فيهم enlargement due to different reasons، يعني في أسباب كتير بتأدي لأنهم يصير لهم enlargement. مش بس هيك، they might protrude outside، يعني ممكن يصير لهم بروز إلى الخارج، إلى خارج الأنال كانال، وبالتالي بيصير في عنا symptoms المعروفة للهيمورويدز. طبعا في عنا نوعين للهيمورويدز، الهيمورويدز إما internal or external. أوكي، هون في عنا illustration للnormal rectum والهيمورويدال rectum. عادة في عنا البيكتينيت لاين، تمام، هذا اللي هو المرسوم بالأحمر. هذا اللاين هو اللي بيحدد إنه أنا inside or outside. عشان هيك إذا كان في عنا، بتشوفوا لونهم أزرق، هدول هما نفسهم موجودين هون في النورمال، لكنهم هون not enlarged، هما anatomical structures موجودين، veins، بينما هون they become enlarged فبذي become hemorrhoidal. What is inside bictinate line is called internal hemorrhoids, while outside the bictinate line is known as the external hemorrhoids. خنشوف السيمتومز. In signs and symptoms, in internal hemorrhoidal hemorrhoids, they are painless, but we feel rectal fullness or discomfort with mucus discharge. هذا بالنسبة للinternal hemorrhoids. While external hemorrhoids, sudden severe perianal pain، يعني ألم حوالين الأنس، و sometimes perianal mass بيكون زي كأنه حبة outside the anus، و pain on defecation لما بيبدو يعمل defecation وقتها بصير فيه it is very painful. هون توضيح لأماكن الهيمورويدز كيف بيكون شكلها، هاي الانترنال هيمورويد وهذا الاكسترنال هيمورويد. طبعا الهيمورويد بيجي على levels عادة أو grades for internal hemorrhoids. Grade 1 it is completely internal, does not fall out، يعني no prolapse، ما بيظهر لخارج مكانه. Grade 2 falls out or prolapses on straining، يعني لما بيشد على حاله في حالات مثلا الكونستيبيشن الشديد، في حالات البريجنانسي، في حالات مثلا الويت ليفتنج، وقتها ممكن انه to go out لكن it goes back by itself، بيرجع على مكانه لوحده. grade 3 falls out or prolapse on straining and stay out and only go back if pushed back، يعني بس اذا ضغطنا عليه ممكن نرجعه مكانه. البايلز هاي طبعا اسم تاني للهيمورويدز اللي هو البايلز. grade 4 فعليا falls out will not push back، maybe very painful due to strangulation، يعني التجمعات هاي البليكسس مع بعضها والانفلاميشن اللي فيها والسويلينج كله بيؤدي الى انه صعب انها ترجع، فهذا الجريد 4. اوكي، اكثر اعراض للهيمورويدز اللي هي الاتشينج، الحكه، بليدنج، خاصه اذا كانت من النوع الاول او الليفل 1، سيفير بين وسويلينج، هذا طبعا في الاكسترنال وفي الاكسترنال، الانترنال والاكسترنال. زي ما قلنا الاكسترنال بيبين زي حبه كبيره على عند فتحه الشرج. among المانجمنت للهيمورويدز، اول شيء في توبيكال ايجنتس نقدر ان نستخدمهم، بيكونوا بيحتووا على ستيرويدز وبيكونوا بيحتووا على
مواد بتعمل على يعني انها تعمل كونجستشن او قبض للمنطقة بحيث انه الفينز يتخفف من السويلينج اللي فيها. كمان من الاشياء المعروفة الميتاميوسيل موفيكول اللي هي المواد اللي بتستخدم لمنع الكونستيبيشن والتخلص من الستول بطريقة انه يضل طري، فبالتالي ما يصيرش في عنا سترينينج على من قبل الشخص، وبالتالي يصير في عنا aggravation of symptoms. السيتس باث اللي هي الـ زي مغاطس، وهاي المغاطس الهدف منها انه نعمل نحط فيها مواد تعمل soothing للاكسترنال هيمورويدز، وبنفس الوقت ممكن تعمل له يعني تعمل ضغط او تعمل كمادة قابضة، وبالتالي تخلصنا من السويلينج اللي موجود وبيكون غالبا مؤلم. analgesics نيروفين بانادول could be used. طبعا اغلب البرودكتس اللي بتستخدم في منطقة الانس او الركتم بيكون بلش ببروكتو، ففي عنا كتير في السوق بروكتو هيلار، بروكتو جلايفينول، بروكتو سينالار، كلهم من المواد اللي ممكن نستخدمهم توبيكال. طبعا في كمان سوبوزيتوريز بنقدر ان نستخدمها، كلها بتحتوي على مواد قابضة استرينجنت، وبالتالي بتخفف من الاحتقان اللي موجود في المنطقة. أنا كتير بعرف ناس في عندهم هيمورويدز. من طبعا من الطرق العلاج مثلا أنه ممكن نعمل سيرجري، لكن السيرجري للهيمورويدز لا تعالج السبب. فأول إشي أول مرة بيدخل الشخص على التواليت بعد العملية مؤلمة جدا جدا جدا، زائد إنها رح ترجع. يعني طالما أنا ما عالجت السبب معناته الموضوع لسه بضل قائم. لكن من طرق المانجمنت عند كتير من الأشخاص اللي هم الأدوية اللي بتعمل على أو على معالجة الفينس انسفيشنسي، بما إن الهيمورويدز هي مشكلة فينز، معناته أنا ممكن أشتغل على الفينز تبعت الجسم وبالتالي أخفف من الهيمورويدز. وكتير في أدوية بس أثبتت نجاعتها خاصة للناس اللي في عندهم الهيمورويدز حتى توصل مرحلة البليدينج، يعني مش بس المرحلة الأولى، ممكن المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة. لما بيكون في عندي ستول ويكون هارد إلا بصير في عندنا بليدينج. عشان هيك هدول بيلجأوا للأورال سبليمنتس اللي بتشتغل على الفينس انسفيشنسي، منها مثلا ديوسمين، الهسبريدين. هدول مادتين موجودين في كتير من الأدوية اللي موجودة في السوق وبنقدر إننا ناخدهم، وفعليا نعرف ناس ممكن قعدوا تقريبا أكثر من 30 سنة على هدول السبليمنتس وما في لهم مشاكل. حتى خلال فترة البريجنانسي ممكن من ابتداء من بعد الشهر الخامس من البريجنانسي بيقدروا انهم يرجعوا السيدات ياخدوا هاي الأدوية، ما بتأثر على يعني البريجنانسي. من الأدوية المعروفة مثلا الدافلون، كان في الفينريوتون من قطع الدافلون وأشبه الدايسمين أو الدايسبير برضو موجود في السوق، سايكلو ثري فورت، كلهم من الأدوية اللي تحتوي على الديوسمين وعلى الهسبريدين، وبنقدر بيقدروا انهم يستخدموهم كسبليمنت. في لهم بروتوكول في العلاج، عادة اول يومين بياخذوا حبتين الصبح حبتين المساء، بعدين بعد اول يومين بيصيروا ياخذوا حبة الصبح حبة المساء، بعدين كمان يومين بيصيروا ياخذوا حبة يوميا وبيستمروا عليها. طبعا لو قطعوا العلاج بيقدروا يرجعوا ياخذوا من اول وجديد، لكن فعليا من الأدوية اللي ناجعة جدا، بكفي انها تؤخذ اورالي وما بيضطرش المريض انهم يستخدمها توبيكالي، وبالتالي كتير ناس يعني they are embarrassed من using هاي البرودكتس. Okay, there is there are some يعني instructions للشخص اللي ممكن يكون في عنده هيمورويدز بشكل دائم. To increase amount of fiber in their diet, drink plenty of fluids, avoid cutting down on avoiding or cutting down of on caffeine and alcohol، لأن هاي من الأشياء اللي ممكن تؤدي للconstipation. Not delaying going to toilet، يعني مجرد ما حس بالbowel movement فورا لازم يروح على التواليت عشان to avoid straining بعد هيك، إنه يشد على حاله،
وبنفس الوقت to avoid اصلا انه يصير معها constipation، لانه هذا من الاشياء اللي بتحفز الهيمورويدز وبتاجريفيت المشكله. Avoid medications that cause constipation زي الحديد الكالسيوم هدول. Losing weight, exercising frequently، طبعا اكيد الفلويدز انتيك لازم يزيد بشكل كبير. الاكسرسايز من الاشياء اللي كتير كتير مهمه في حالات الهيمورويدز، بس زي ما قلنا الويت ليفتنج اللي هي رفع الاثقال من الاشياء او السترينينج من الاشياء اللي كتير بتعمل اجريفيشن للهيمورويدز.